وعي، يعني انا هبقى واعيه. ايه ده انا هبقى واعي؟ كلمه كبيره قوي بس مضمونها صغير خالص. خليك واعي وخليكي واعيه. هتفضلي تتصدمي لحد امتى؟ وهتفضل تتخض لحد امتى؟ وهتفضلي تتزاولي لحد امتى؟ وهتفضل تعمل امتحانات للي حواليك لحد امتى؟ ها، لحد ما كل مره نقول احنا اتصدمت في الشخص ده، وانا اتصدمت في صاحبتي دي، وانا ما كنتش فاكر ان حبيبتي دي هتعمل كده. الوعي يعني اخد بالي، يعني يبقى عندي خطوه لورا علشان اشوف انا هعمل ايه. بلاش ابقى سيء الظن، بس ما بقاش حاسن الظن قوي وماشي براحي قوي ومبسوط وسعيد كده وطيب في نفسي قوي، وفي الاخر اخد الضربه المتينه قوي. فالوعي ان انا ابقى واثق من نفسي، عارف انا بعمل ايه، خطوتين ثلاثه بس كده فلاش باك لحد ما اشوف الدنيا اللي حواليا. ابلكيشنز بنتصدم فيها زي حوادث اوبر اللي شغاله دلوقتي، ناس وصحاب بنتصدم فيها ونقول ازاي خاينين وكذابين، زملاء عايزين ياخدوا اماكننا وبنتصدم فيهم واحنا واكلين معاهم عيش وملح. ما تتصدموش في حد، انت خليك واثق في نفسك وخليك انسان متزن، عارف اولوياتك ايه، حقوقك ايه، واجباتك ايه، مش عايزين منك اكتر من كده. لا تحب قوي ولا تكره قوي، وبلاش المشاعر الزياده ونقعد نقول ده شخص حساس ودي دمعتها قريبه. خلي شخصيتك كده راسيه وخليك واثق من نفسك، عارف انت ليك ايه وعليك ايه بس. والوعي مرتبط بالصحه، مش بعد ما اتعب وعي ويغمى عليا ابدا اشوف ايه ده، هو انا كان مالي، هو انا ايه ده، انا اتكسرت، ده انا عندي هشاشه عظام، ايه ده، ده انا جالي السكر، ده انا جالي الضغط. لا، الوعي الصحي زي الوعي الاجتماعي، لازم ابقى حد واعي، اخلي بالي على نفسي، احوش صحتي لنفسي عشان افضل واقف على حيلي، عشان افضل مركز مع نفسي وافضل ناجح وشاطر. يوم ما هتقع صدقني العشره اللي حواليك هيبقوا اتنين. داخلين على فصل الصيف وكل واحد فينا عايز يجهز لفورمة الساحل، وانت عماله بتحضري تظبطي شعرك وتظبطي بشرتك وتظبطي لبسك، واللي جابت لبس من على النت ويوي. بالنسبه للعظم، الناس اللي فجاه بتلاقي نفسها عظمها بيطقطق، ظهري واجعني، رقبتي مش شايلاني، ركبتي انا مش عارف اطلع السلم، تفاصيل كتير جدا هنتكلم عليها النهارده. مسائل ياسمين على كل الغاليين اللي بيشوفونا النهارده، وخلونا نرحب مع ضيفي اللي دايما منورني دكتور يوسف ابو شادي. مساء الفل. ازيك يا ياسمين؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام، كله بخير الحمد لله. الوعي الصحي يا دكتور يوسف، والناس اللي فجاه بتلاقي نفسها محتاجه تعمل مسامير وتلاقي نفسها بتتكسر، انا جالي انزلاق غضروفي، الاطفال اللي بقوا عارفين الاسماء دي، انا مش عارف امشي، انا مش عارف اتحرك، انا عايز احافظ على ظهري، اعمل ايه؟ تمام. هو طبعا انا في البدايه عجبني قوي الموضوع بتاع الوعي اللي انت قلتي عليه ده، لان المشكله لما بتحصل لاغلب الشعب المصري بنرجع عشان نعالج المشكله دي بنقعد فتره طويله قوي، وخصوصا لو مشاكل الظهر. النهارده احنا لو اتكلمنا عن الظهر بشكل عام او بصفه عامه، الظهر بتاعي مكون من ثلاث حاجات مهمين قوي: عمود فقري، بين العمود الفقري في غضاريف، وفي عضلات ماسكه العمود الفقري ده، هي اللي مدياله الشده بتاعته، مدياله الوقفه بتاعته دي. على مدار السنين كتير قوي انت بيحصل اهمال غير طبيعي في ظهرك. يعني ايه اهمال؟ بتاكل اكل وحش، نظامك الغذائي وحش، مفيش رياضه، تمام، كل ده قعدتك غلط على طول. في ناس بتقعد على، انا بشوف ناس بتقعد على المكاتب بتقعد قاعده شبه الجمبري كده. أيوة. القعده دي انا مش ايه قعده الجمبري الغريبه. ايوه صح، اللي هو بيبقى قاعد ساقط في الكرسي رامي دماغه لورا. طب القعده دي مش صحيه خالص. ممكن تكون بتاكل كويس وبتلعب رياضه بس القعده دي بتاذيك. ناس برضو، بعض الناس بتسوق بفترات طويلة وبتمسك الدريكسيونات بشكل مرعب، يأذي عضلة الكتف، يأذي عضلة الظهر. والكتف والظهر دايما مربوطين ببعض. هما ثلاث حاجات مربوطين ببعض: كتف وظهر ورقبة. كتف وظهر ورقبة اشمعنى؟ لان الثلاثة دول هما العضلات اللي فردة جسمي. انا النهاردة لو عضلة كتفي تعباني وفيها مشكلة، كتفي هيبقى وجعني على طول، وهتقعد تقول لك اصل انا عظمي وجعني، اصل عندي مشكلة. والناس بتفتكر ان الكتف والظهر حاجة واحدة، هو ده حاجة وده حاجة تانية. الظهر اللي هو الجزء الوسطي اللي في النص، تمام، من اول الرقبه فوق لحد تحت، ده اسمه الظهر. الكتف يمين وشمال، عندي جزء على اليمين وجزء على الشمال، ده ما اسموش ظهر. خلينا نمسك الظهر، لان دلوقتي احنا عندنا مشاكل كتيره جدا بتجيلنا، وعندنا بيج دايموند هنذاعها على الشاشه دلوقتي علشان الناس اللي عايزه تتواصل معانا. عندكم ارقام للناس اللي عايزه تكلمنا، هنقول لكم كل التفاصيل عن كل اسئلتكم وكل حاجه تخص الام الظهر. طيب الظهر او سلسله الظهر مكونه من ثلاث أجزاء، عندي الجزء اللي فوق اللي هو جنب الكتاف، صحيح، عندي الجزء اللي في النص زي ما أنت قلت يا دكتور يوسف، وعندي الجزء اللي تحت اللي هو السفلي. تمام. طيب الناس اللي تقول لك أنا حاسس بكهرباء في ظهري من هنا وجاية على رقبتي بكتفي،
ده نتيجه ايه بقى؟ طيب احنا ممكن يعني ناخد حته حته. احنا ممكن نوضح بفيديو صغنون كده جميل قوي الهيكل التنظيمي بتاع الظهر. هو ده الفيديو ده معروف معانا. ده ظهر الانسان. بص كم طبقه، الطبقات اللي بتتشال دي كلها كل دي طبقات عضلات. في الاخر خالص الابيض اللي في النص ده العمود الفقري. يعني كل دي عضلات، كل دي عضلات قبل العمود الفقري. بص خدت بالك من حاجه؟ في على اليمين وعلى الشمال جزء احمر انا ما جيتش جنبه. بص كده ادي ظهر، ادي عضلات ظهر، عضلات داخليه للظهر، عضلات عضلات عضلات. بص خدت بالك ان انا يمين وشمال ما جيتش جنبه. يمين وشمال ده كتف. بصي ينهار اول ما اوصل لحد العمود الفقري ده جوه خالص، ده كل ده جوه. التنميله والوجع اللي بتحصل في الظهر والكلام ده كله ممكن تكون سببها حاجتين مهمين جدا. ايه هي؟ اول حاجه انا عندي بين الفقرات في غضروف. الغضروف ده لو انت عضلاتك ضعيفه، عضلات جسمك ضعيفه، ايه اللي هيحصل؟ الغضاريف دي هتتضغط على بعض، هيحصل ضغط على الغضاريف دي فهتعمل التنميله اللي قصدك عليها، هيحصل المنظر ده. ده نوع تاني من الالام اللي بتحصل، نوع تاني من الالام اللي بتحصل تاكل الغضاريف. الغضروف يعني اللي في النص. بص يا دكتور يوسف، الصوره اللي معانا دي احنا عندنا اللون اللبني ده، اللبني ده هو ده الغضروف، ده الغضروف اللي بالزبط. هو اللي بين اللي بين الفقره الاولى والثانيه او الثالثه والرابعه في الغضروف. الغضروف ده لما بيتاكل بيضغطوا على بعض، بيضغطوا على بعض عشان كده بيحصل الالم، يعمل التنميل والوجع والكلام ده كله. يبقى الضغط اللي على ظهري والتنميل والوجع اللي بيحصل والنغزات ده كله حاجتين اتنين، يا سبب ضعف في العضلات يا سبب ضعف في الغضروف. لان برضو احنا عايزين نوضح حاجه جميله، انا دايما بحب امشي ده على طول بقرا عليه عشان انا شايفاك جاي جايب لي على طول جاهز بيه على طول. ده برضو شكل كده بسيط للظهر اهو، ده شكل فقرات الظهر بتاعتي، دول فقرتين من الفقرات القطنية اهم، هم دول الشكل الجميل. ادي فقرة فوق، فقرة فوق وفقرة تحت، وفقرة تحت، والحتة اللي في النص ده هي دي الغضروف. ده الغضروف. لما بيحصل تأكل في المنطقة دي كده بالظبط اللي هي زي بالشكل ده، العظم دي عظمة ودي عظمة بيلزقوا على بعض، بيلزقوا على بعض. يا لهوي على الألم اللي بيحصل. يروحوا ضاغطين على ايه بقى؟ ضاغطين على الجزء اللي بالأصفر ده، ده العصب اهو، العصب اللي طالع من الأعصاب بقى اللي هي ماسكة كل حاجة في الجسم، رجلي ماسكة دراعاتي، ممكن وجع في ظهرك يجيب لك تنميل في دراعاتك. كل ده ليه؟ عشان الحتة اللي في النص دي تأكلت فضغطت على بعض. حد تاني يقول لي طب انت قلت سبب تاني هو فقر العضلات، اللي ماسك الحتت دي ببعض مخليها مفروده هي عضله من هنا وعضله من هنا اللي احنا شلناها في الفيديو دي كلها. العضلات دي لما تبقى ضعيفه دول بيريحوا على بعض، بيضغطوا جامد على بعض فيعملوا الكراكنج ده، او يعملوا الطرقعه اللي طالع نازل ده. ايوه انت قلت كلمه حلوه قوي، دايما يقول لك انا حاسس بطقطقه، انا حاسس بطرقعه، ده ضعف عضلات، ده معناها ان الغضروف تاكل. حاجه بقى كمان عشان بعض الناس بتخلط في الامر ده كويس قوي، هو ما هو الانزلاق الغضروفي؟ دي حاله مرضيه بعيده شويه. شايفه الفقرتين دول؟ تعالي نتخيل كده ان طبعا ده غضروف مأذي، ده غضروف فيه اذى كبير جدا طبعا، يعمل لك ايه بقى اللون الاحمر؟ الاحمر ده الاذى اللي حصل في الغضروف. يعني اذى حصل في الغضروف يعمل لك تاكل، تاكل بقى وتبتدي ظهرك يوجعك. الانزلاق الغضروفي بقى ايه يا دكتوره ياسمين؟ انزلاق الغضروفي ان انت شايفه دي كده، دوس عليها جامد، اعمل عليها ضغط شديد، ضغط شديد، ايه اللي هيحصل في الغضروف ده؟ هيطلع من مكانه. هيطلع من مكانه. ده اسمه انزلاق غضروفي. عشان كده بقول لك ايه، ما تشيلش حاجه تقيله، يقول لك ما تشيلش حاجه تقيله، عشان لو شلت حاجه تقيله ايه اللي هيحصل فجاه؟ ايه فجاه ده؟ ممكن يطلع من مكانه. يبقى النهارده قله التمرين، سوء الغذاء، الوجع اللي بيجي لك، الكلام ده كله ده مشكلته غذاء وسوء تمرين، فبيأثر على عضلات ظهرك. الانزلاق الغضروفي ده حضرتك في الجيم ما تتعافاش على نفسك بعد اذنك. يعني مش لازم تزود وزن. طيب طب انا معلش بقى ثانيه واحده، انت عمال بتقول لي الغضروف هيتاكل، وانا دلوقتي لما اعمل حركات مثلا لا اراديه انا ممكن يحصل لي مشكله، انا بيجي لي الم. انت دلوقتي اتكلمتنا على الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت واللي في النص، انت كلمتنا عموما على العمود الفقري. صحيح. طب معلش يا دكتور، انا هتكلم معاك ببساطه زي اي حد. اكيد انا ما اقدرش ان انا افضل طول النهار باكل خيار وجزر. صحيح. او حاطط طبق الفاكهه قدامي. صحيح. لان انا ببقى بشتغل، او انا مثلا شغلي ممكن يكون بال 12 ساعه بره، الناس اللي ممكن بيشتغلوا على مثلا في السواقه في المكاتب، لا انا عايز اامن نفسي. وحاجه سريعه، وحاجه سريعه سريعه. انت عندك حاجه سريعه؟ أنا عندي حاجه سريعه وحاجه جميله كمان. ومش هتاخد حاجه ولا طبق خيار ولا لانش بوكس فيه كل حاجه، ولا وجه الحراك بوجبات يوميه ولا الكلام ده كله، ولا عايز اروح الصيدليه اخد حقن، ولا عايز اروح اخد مسكنات، ولا اي حاجه. الحل خلص. الحل عندي. شركه دايموند النهارده مقدمه حاجه جميله جدا اسمها كورس بالكو كولاجين. ايه كورس بالكو كولاجين ده؟ ده كورس حاجتين مهمين جدا، وقايه من الالام اللي احنا قلناها دي كلها. عشان لو حضرتك، لان ده كل ده مكملات غذائيه، لو الحاجات دي كلها عند حضرتك ناقصه اللي هنتكلم عليها في كورس بالكو ناقصه، هيحصل عندك مشكله
طب لو المشكله موجوده كورس بيلكو هيعالج لك المشكله لو في الاول او في الاوسط. يعني في الاول او في الاوسط، مراحل بدائيه ومراحل متوسطه. طب لو متاخره، انت جيت متاخر هلحقك ازاي النهارده؟ معلش، زي بالظبط زي اللي بيبقى عنده كحه وقلبت معاه بالتهاب رئوي، لو خد دواء كحه مش هيعمل له مشكله. ده كورس بيلكو اهو، ده كورس بيلكو بالظبط. النهارده مكون من ايه؟ خلينا نبدا واحده واحده كده. كورس بيلكو في البدايه هو اصل انا بحب اكياس البيلكو طبعا. دي حبيبه ياسمين، دي بحبها قوي، بحبها اكتر مني. اصل انا باخدها مش عشان العظم بس هي عشان الكولاجين. عشان الكولاجين الله ينور عليك. بص يا جماعه، كيس واحد من بيلكو هو باودر هيوصل ايه؟ كولاجين، فيتامين سي. الحته اللي في النص الغضروف دي، ده الغذاء الوحيد ليها، ده الغذاء الوحيد يعني ليها. الغضروف اللي انت قلت لي عليه اللي هو بيتاكل لما الفقرتين يلزقوا على بعض بالزبط. او بيروح بالزبط. ده بيتعالج بالكيس اللي هو بتاع بالكو اللي هو الكولاجين بالظبط. دي اسمها بنسميها خشونه مفاصل في الظهر. خشونه مفاصل الظهر. يبقى كيس بالكو يوميا يوميا. كيس واحد هو كيس كبير ولا صغير؟ ده صغير قوي. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، انا بحب كيس بالكو ده جدا، بس انا بستخدمه لان الكولاجين ده لما كنت بسافر واجيب الكولاجين من بره، الكولاجين ده غالي جدا جدا جدا. صحيح. فده كولاجين بيور. صحيح. انتوا بتحطوه على نص كوبايه ميه، بشره صافيه، شعر بيطول، نضاره، بوش مشدود. فانا بالنسبه لي انا كالحته التجميليه بصراحه هاي الكولاجين مكثف تحفه، وكمان للعظم. انت بتقول معلومات مهمه ده جميل جدا ان ده غذاء العظم. ده غذاء العظم. طيب معانا بقى كمان كالسيوم ماجنيزيوم. كالسيوم ماجنيزيوم دول وقايه كامله من هشاشه العظام. يبقى كيس واحد يوميا، ده على نص كوبايه ميه، طعم برتقال ممتاز قوي. كيس واحد يوم مش هيعمل مشكله مع حضرتك خالص. يبقى كيس واحد يوميا على نص كوبايه ميه وصل لحضرتك كولاجين محتاجه. الغضاريف تمام، والسيدات بقى بالذات اللي هتبدا تلاحظ ايه ده، انا الدنيا بقى عندي بقت ورديه. ازاي يعني بقت ورديه؟ هتلاحظي ان التجاعيد اللي على الوش بدات تروح. هو ليه؟ بصراحه ممتاز. وشك اتشد. ليه الوش اتشد؟ لان الكولاجين هو مش بيشتغل في الغضاريف بس، لا، الكولاجين في كل حته في جسم الشعر. بص، الكولاجين ده انا بحس ان هو الحاجه اللي بتخلينا نرجع سنين لورا. يعني احنا دايما بنفضل نشتري في كريمات ونشتري في حاجات حتى علشان جلدنا، علشان بشرتنا، علشان نبقى ايه، نبقى يعني اندر ايج، ونبقى اللي هو الناس المقطقطين. هو الكولاجين اصلا ربنا خلقه في جسم الانسان علشان كده، بس ان هو غذاء للعظم دي حاجه. حاجه بقى عايز اقولها جميله قوي. النهارده انت بتاخر الشيخوخه بتاعت حضرتك بكيس واحد من بيلكو. ازاي؟ انا مش باخر، مش بمنع. بمعنى ايه؟ الكولاجين للبشره والغضاريف. النهارده لو حضرتك عندك 40 سنه ونسبه الكولاجين في جسمك قليله جدا، خشونه سريعه ما شاء الله، وشك هيبتدي يبان عليه العجز اسرع بكتير، فكل ده وقايه بكيس واحد. طيب عندي سؤال، لو انا دخلت في مرحله ان انا عندي وجع بقى وطرقعه والم في ظهري والكلام ده كله، وعملت اشعه وبدات تبان ان في تاكل في الغضروف، مرحله اولى ومرحله ثانيه من خشونه مفاصل الظهر، كولاجين اللي موجود في بيلكو يقدر يعوض لحضرتك القصه. انا عارفه المعلومه دي. من اول المرحله الثالثه والرابعه احنا بنقول ايه؟ من اول المرحله الثالثه هيثبت حضرتك اللي هو الالم كده. بيقعد من 3 ايام واكتر ما بيروحش. اعتقد ان احنا كده دخلنا كده خلاص، دخلنا في مرحله خطر، وانت اللي اتاخرت على فكره. يعني هو انت اللي اتاخرت. انا كده كده في الاول وفي الاخر الحاجات دي علاجها كلها الغذاء الصحيح اللي موجود في بالكم. فالنهارده مفيش دواء هيعالج لك الكلام ده، لان غذاء الغضاريف والعظام والكلام ده كله بيجي من بالكم، بيجي من مكملات غذائيه زي هو في الكولاجين حبيب قلبي، وفي ايه تاني؟ المغنيسيوم والكالسيوم غذاء العظام. المغنيسيوم اصلا ده بتاع العظم، دي من واحنا صغيرين بالزبط. بندرس الكلام كالسيوم مغنيسيوم الاثنين مهمين جدا، وفيتامين سي. والكالسيوم اللي هو اللبن. اللبن بالظبط. وبعد الناس تقول لك انا ما بحبش اشرب لبن، والله طعمه بالنسبه لي بيعمل لي، طب طعمه بيعمل لك مشكله؟ او ده طعم برتقال وفي كالسيوم. يعني الطفل من 10 سنين لحد ربنا يديه حضرتك الصحه، مناسب لجميع الاعمار، لجميع الحالات، مهم جدا. من 10 سنين، من 10 سنين وابني او بنتي رايحين التمرين، رايحين المدرسه، ده كيس فيتامين جميل وصحي. بدل ما تروحي تجيبي، على فكره احنا بنروح الصيدليه بنجيب لاولادنا ايه الفيتامينز اللي هي بتتمدر دي، زي الجيلي كول. هو اصلا ده بتحطيه على نص كوبايه ميه او ربع كوبايه ميه، بتقلبيه بتشربيه، ده فيتامين حلو قوي من 10 سنين. وانا عارفه كمان معلومه حلوه جدا بالنسبه للكولاجين للحامل او للي بترضع، عادي جدا وامن جدا، الا اذا كان عندك مشاكل صحيه ثانيه يعني. لكن الحمل الطبيعي او الرضاعه الطبيعيه امن جدا جدا. صحيح. طيب خليني بقى انتقل معاك لمشكله ثانيه. يبقى دلوقتي اكياس بالكو دي، ودي حاجه غضريف. انا مجرباها بنفسي. تمام. عظام غضاريف. تمام. الناس اللي بتصحى من النوم يا دكتور يوسف الصبح تقول لك انا مش قادره ادوس على رجلي، واحد يقول لك انا ظهري معلق بيمشي معوج، يعني ده برضو يعتبر انزلاق غضروفي، الكراكنج اللي بيحصل، او يقول لك ايه انا جالي كرامب في رجلي.
انا رجلي علقت. حلوه الكرامب دي. او اللي طالع على السلم يقول لك انا ركبتي اترقعت، ظهري مش قادر امشي عليه، والحته بتاعت الغضروف دي بقى اللي تحت دي اللي فيها الوجع دي اللي بيبقى فيها الالم الشديد دي اسمها بقى دي اسمها انهي إيه؟ جزء بالظبط اللي هي اللي تحت دي مش اسمها الغضروف، دي اسمها ايه؟ القطنيه. القطنيه الفقرات القطنيه. ما الفقرات القطنيه ما هو ده جزء، ما هو دول فقرتين قطنيتين. ما احنا عندنا 33 فقره، تبدا عنقيه، صدريه، قطنيه، عصعصيه، فهم كده بالظبط. طيب اهو حتى الجزء اللي هو ماسكه ده دي الفقرات القطنيه، الوجع اللي هي اخر الظهر. ما هو ايه حكايه الفقرات القطنيه؟ اشمعنى دايما لما بنتكلم لا يقول لك الغضروف بتاعي تعبني، دايما تسمع الكلمه دي. والديسك، ما هو ده الديسك، ما هو ده هو ده الديسك اللي هو الغضروف اللي بنص، يقول لك عندي الديسك. والله ماله الديسك يعني ايه قصه ماله، في ايه المشكله؟ أيوه. طيب اشمعنى الفقرات القطنيه بالذات اللي بنهتم بيها؟ تعال نتخيل كده العمود الفقري بجسم الانسان كله عامل زي الاباجوره، الاباجوره بتبقى بالشكل ده كده بالظبط، ومتعلق عليها البتاع اللي فوق الكبير ده. أو الفقرات القطنية هي أكبر فقرات شايلة جسمك كله وبتعلق. والله يا دكتور يوسف بتعلق جدا، دي مشكلة بتعمل مشاكل كبيرة جدا. طيب النهاردة أنا جالي ألم في الجزء ده، جالي ألم في الجزء ده، اوعى تجري تاخد مسكنات. مسكنات العظام كلها مفيش حاجة اسمها، أولا ما فيش جملة واحدة صحيحة اسمها ده مسكن للعظام بس. أنا النهاردة أصل يقول لك ده الدواء الفلاني مسكن ألم عظام، لا هو حضرتك لو عندك صداع وأخدت أي مسكن هيشتغل عادي. فإحنا بنبعد عن المسكنات تماما. ليه بنبعد عن المسكنات؟ ألم في المعدة، قصور شرايين، قصور في الكلى، كل ده مشاكل كبيره جدا. طيب ماكلين بالمنكا النهارده مع كورس بالكو جاي لك ماكلين وبالمنكا اللي هما العلبتين، العلبتين دول البالمنكا الاخضر ده كريم. ممكن بس ممكن نرجع البالمنكا الاخضر ده الكريم بتاعك، ده اللي ريحته ده الماكلين. ده الماكلين ده قصه لوحده. بس خلي بالك انت عمال تقول كريمات وعمال تقول ده مرهم وجل، مرهم وجل وجل، والناس هتقعد تقول الحاجات دي غاليه قوي. لا لا والحاجات دي طب بما يعني خلاص اصل انا بس عشان انا عارفه المكالمات اللي هتجيلنا بعد الحلقه. طب انا يا جماعه انتوا بتتكلموا على كل ده، الكولاجين اصلا غالي صح؟ فيعني برضو احنا عايزين نبقى معلش طيب مع الناس في كل بما ان دكتوره ياسمين بتحبكم قوي ومعاكم قوي، انا عارف القصه دي. النهارده شركه دايموند بحب الاوفرز قوي طبعا. النهارده شركه دايموند قالت ايه؟ بما ان احنا موجودين في انا حوا النهارده، قالت ان في الاول وفي الاخر علاج العظام بيستمر 3 شهور اقل واجب، لان علاج العظام مش حاجه سهله، هو مش برد هيتعالج في اسبوع 10 ايام. فالنهارده شركه دايموند مقدمه خصم 50% على كورس الثلاث شهور، يعني لمده 90 يوم. لمده 90 يوم عظامك في امان معانا. يا العرض على الشاشه اهو 50% على لو جبت 3 كورسات هتاخد عليهم خصم 50%. يعني شد خط كده واعمل على 3 على الثلاث عروض. خلاص 3 كورسات ممتاز. فدول لمده 90 يوم خلاص زي ما انت قلتي. يعني انا مجرد اكلم الارقام اللي على الشاشه دي لكل الناس يا جماعه اللي بتتابعنا، الارقام اللي موجوده على الشاشه دي هي اللي هتتواصلوا من خلالها علشان تاخدوا الاوفر بتاع الكولاجين وبتاع المسكنات وبتاع المساج وكل حاجه هتبقى تبع كورس العظام بالظبط. طب الفريق الفريق الطبي يا دكتور اللي دايما طير افكار لسه راح اقول اي استفسارات برضو عندكم. اصل انا عايز اقول لك على حاجه، ممكن ناس العظم ده انت بتتكلم في جسم الانسان صح؟ ده عندنا 206 عظمه. ففي ناس تقول لك طب انا هاخد الكورس الثلاث شهور، هل انا هستخدم الثلاث شهور؟ في فريق طبي هيرد عليكي، بس انا عايزه برضو ارد على المعلومه دي. الناس فاكره ان انا الام العظام ده مجرد مسكن او ابره، لا ده اسلوب حياه. انت لازم بتحافظي بتحوشي كده عظمك وبتحوشي صحتك لبعد كده. صحيح. عشان كده انتوا عاملين اوفر 3 شهور 90 يوم. ما هو 3 شهور لان هو مش مره وخلاص، هو مش اسبوع 10 ايام عالج. ده النهارده الثلاث شهور دول يخلصوا ترجع تتصل تاني، انا عايز 3 شهور تاني، وان شاء الله تكون في اوفرز تانيه نزلت. لان في الاول وفي الاخر اوفر ممتاز طبعا، لان في الاول وفي الاخر هو اسلوب حياه، لان انا ما فيش في جسمي حاجه تتصنع تفيد عظامي. طيب الماكلين والبلمنكا نرجع لهم تاني. اوكي. البلمنكا اللي هو اللي في ايدك الشمال الاخضر هو ده كريم. اوكي خلينا نبدا بيه الاول. ده المسكن. ده المسكن. ده المسكن. خلاص على يعني طول بقى بدل ما اروح الصيدليه اجيب مسكنات اخدها ده بسكن بيه. هتدهن في المكان اللي فيه الم، سواء في الظهر، سواء في الرقبه، سواء في الركبه، وهي ربع ساعه بالظبط. انا محتاج من حضرتك ربع ساعه. الربع ساعه دي هتحس بايه؟ اولا هتحس بسخونيه شويه، حصل تسكين للالم، حصل لان موجود بقوه زيت الكافور، زيت الكافور له قدره جباره على تسكين الالم. انا بعدت بقى عن الحاجات المسكنات التانيه والمشاكل والكلام ده كله، لان اصلا كبار السن بالذات هم اللي بيكونوا عندهم ادويه كتير بياخدوها، فاحنا مش هنزود. طيب الماكلين ده بقى اللي هو ده المساج. ده المساج ده مهم قوي كمساج. انت عارف انا بزعل قوي من الناس اللي تقول لك مساج
ايه الكلام الفارغ وانا فاضي عشان اعمل مساج؟ يا جماعه المساج، الناس المساج ده معناه ان انا بفك العضلات. بالظبط. فاكر رؤى زمان؟ فاكر رؤى؟ والله ربنا يرحمها. فاكرين يا جماعه فيلم رؤى لما تعالى كده لما افك لك كان سي كمال يقعد كان سي كمال يقعد والله فعلا. ان خلي بالك هو كان بيرتاح ليه؟ جسمه مشدود طول النهار. فانا النهارده جايب لك المكلن. في ماده فعاله في المكلن ده جميله قوي اسمها الارنيكا. الارنيكا دي بتتفعل بالضغط، يعني حضرتك كل ما انت شغال في حركه. طيب الضغط انا بقى دي بتتفعل. انا بقى المكلن ده استخدمه، يعني انا عايز اعمل مساج لنفسي بالليل. بالليل بص بالليل حضرتك، انا خلص يومك الطويل، خلص قعدتك الجمبري الجميله دي على طول النهار على المكتب، خلص سواتك الطويله وروح البيت، هتحس انك تاني يوم بدات يومك بلطافه جدا. يبقى احنا محتاجين مكلن مساج، محتاجين بالمنكة الكريم لتسكين الألم. طيب دكتور يوسف، قبل ما أكمل باقي المجموعة، الكريم اللي هو الأزرق ده أو الأخضر ده اللي هو البالمنكة ده، ده المسكن بتاع الألم اللي هحسه سواء في ظهري من فوق من تحت سواء في ركبتي، ده اللي بيسكن الألم. بحطه مثلا لما مرة مرتين، مرة مرتين على حسب. هو كده كده موضعي مش مخيف، يعني مش مخيف موضعي. عارف ليه حلو قوي كمان؟ علشان يا جماعه الادويه بتدخل على الكلى، انت بتعالج حاجه بتضرب في حاجه ثانيه. ده بقى المساج اللي ده هو المساج ده مهم. المساج ده المكلن ده البنج ده مهم. ده مهم المساج. والله انا مش عارف اقول ايه في المساج بجد. والله النهارده العضله بتبقى عامله بالظبط عامله زي الشعر كده اللي هو ايه اللي داخل في بعضه. فالعضله بتاعتك لو الشعر داخل الم غير طبيعي، الم شديد جدا، الحركه اللي حضرتك بتعملها بتفك الكلام ده كله، بتخلي فيه مرونه. اصل العضله عامله زي الاستيك، لو مشدود لو الاستيك ده مشدود ومش لين، انت مش لين، هيعمل لك الم في كل حته في جسمك. معظم الناس قدامي دلوقتي بتعاني من الم في الظهر، يقول لك انا عظم ظهري وجع. او ايه عظم ظهر؟ مفيش عظم في الظهر اصلا. الشباب الصغير اللي بيلعبوا حتى رياضه يقول لك انا ظهري شادد عليا بعد تمرينه تقيله. حتى الشباب اللي بتروح الجيم بعد تمرينه تقيله، جرب مره كده ادهن بالمنك او المكلن، جرب مره صباحا ومره مساء. طيب عندنا كمان نيرفستون نيتروجين مهم قوي. ده اللي هو الاقراص بقى. اللي هو الاقراص ده، دي الاقراص دي بقى جميله جدا كنيرفستون نيتروجين. بص يا دكتوره ياسمين، ده المكمل الغذائي، ده مكمل غذائي فيتامين ب. انا اصحابي بقى يسموني يوسف فيتامين ب. ايه يوسف فيتامين ب ده بقى؟ من كتر ما انا قاعد بتكلم عليه. فيتامين ب، فيتامين ب، فيتامين ب، يعني ده فيتامين ب الخاص بالعظم. 1 و6 و12. 1 و6 مهمين قوي في حاجتين مهمين قوي. حاجه اسمها ريموديلنج. يعني ايه ريموديلنج؟ اعاده تشكيل وهيكله العظام والغضاريف. احنا جسمنا كله عمليات هدم وبناء. يعني طول ما انت قاعد خلايا بتبني وخلايا بتتهد. انت لو خلايا، يعني لو الهددان عندك اكتر من البناء، جسمك كله هيتكسر. اللي مسؤول عن بناء العظام وتظبيط موضوع الهدم والبناء ده هو فيتامين B1 وبي 6. يعني انت لو الغضاريف بتاعتك، الغضروف بتاعك بيتاكل، ممكن يتاكل بسبب نقص فيتامين ب اساسا. يعني شوف احنا بنقول بنعوض بالكولاجين، ما هو وجود فيتامين ب مع الكولاجين الاثنين يبنوا الغضروف. ما انت يعني ده فيتامين B1 و6 و12 بتوع العظم. بتوع العظم. فيتامين B12 بقى بالذات للاعصاب. انا عضلات جسمي كلها متحكم فيها بالاعصاب. يعني ايه متحكم فيها بالاعصاب؟ يعني جسمي كله في الاول وفي الاخر اي حركه بعملها، لو بفرد دراعي، بتني دراعي، الكلام ده كله، دي اشاره عصبيه ماشيه. الاشاره العصبيه دي لو اتقطعت في النص بسبب نقص فيتامين B12 تعمل لي الم. تعمل الم شديد. وفي كلمه بقولها دايما الناس بتتخض منها قوي، عايز تريح بالك ويبقى عندك بالك مرتاح، خد فيتامين B12. ايه ده يعني فيتامين B12 اللي موجود ده؟ كل ما حد اصلا يتعب شويه يقول لك انا عندي همدان، تعالى ننزل الصيدليه ناخد حقنه بي 12. بالظبط، مهم جدا بي 12 ده بجد. بس يتاخد صح يا يتاخد صح برضه. انا محتاج قرص يوميا. انت عارف احلى حاجه في المكمل الغذائي اللي انت بتتكلم، احلى حاجه ان احنا لو انتوا رحتوا الصيدليه هيدوكوا مالتي فيتامين، يعني مكمل غذائي كامل يلا. لكن انت لو عندك مشكله في عظمك، او لو انت عايز فعلا تحوش في عظمك او تقف على حيلك، فيتامينز B1 وبي 6 وبي 12 اللي دكتور يوسف بيقول عليهم، هم دول المختصين بصحه العظم يا جماعه. صحيح. علشان ما ندفعش فلوس كتير قوي. صح. واحنا محتاجين حته معينه او محتاجين نعالج حاجه معينه. وبمناسبه الفلوس بقى، عشان بعض الناس تقول لك ده كتير وانتوا برضو كتير، نرجع نذكر ونقول تاني مره تانية 50% النهارده على كورس الترشيح. انا مبسوط قوي والله العظيم بالعرض ده. 90 يوم 50%، يعني النهارده كورس واحد واثنين وكورس ثلاثه، يعني 90 يوم بخصم 50%. ومش ليك بقى، اطلبه للي حواليك، ولادك كمان معاك، حضرتك والده حضرتك، السيدات بسن كبير بالذات هم الاهم ليهم الكورس ده. ليه؟ لان القعده طبعا. هو الكورس بيكفي شهر، بيكفي 30 يعني. انا عارفه ان اكياس الكولاجين دي 30 كيس بالظبط، ده في الكورس الواحد. بالزبط. ومعايا علبه نيرفستون نيتروجين 30 قرص، ومعايا 30 قرص اللي هو المكمل الغذائي بتاع B1 وبي 6 وبي 12 اللي هم الخاصين بالظبط. ومعانا طبعا المكلن والبلمنكا يكفوا دهانش. احنا مظبطينهم ان هم مرتين المساج. يعني ده مرتين وده مرتين يكفوا حركه. فانا بجيب كل ده 3 مرات بخصم 50%. 50% لان يا جماعه مفيش حاجه اسمها
انا هاخد الدواء هخف دلوقتي. بالظبط. وبالذات العظم او البشره او الشعر، انا بحب البشره والشعر قوي، حتتي وبهتم بيها قوي. الكولاجين ده حتى للرجاله حتى للشباب، وشك بدل التجاعيد اللي بتبقى عندك وبدل الحبوب الكولاجين ده بيعمل انتعاش. فبصراحه بالظبط، ما هي علاج. يعني انا مبسوطه جدا بالعرض، بس عشان الناس نبدا زي ما قلت لك في الاول الوعي. هي الوعي الفكره كلها. الناس بتبقى فاكره ايه؟ ان انا النهارده ايه ده، بص بيقولوا على منتج على الشاشه وبتاع خدته ما عملش حاجه. طب ازاي ما خدته ما عملش حاجه؟ مشيت عليه قد ايه؟ اقل حاجه ان شاء الله باذن الله، يعني برده هنخلينا في المينيمم شويه، اقل حاجه 70 80 يوم اهو قبل الثلاث شهور، هتحس جسم، هتحس انك بقيت شاب. انت برضو كنت قلت لي معلومه حلوه جدا قبل الهوا، قلت لي ان العظم مرتبط بالسمنه، يعني انا برضو مهما انا حاولت ان انا اظبط الهيكل العظمي بتاعي وان انا احافظ على عظمي، لازم برضو وزني ما يبقاش. صح. انا وزني قد كده اقول انا عظمي ماله؟ صحيح. ما انت ممكن يبقى تبقي زي الفل وانت تبقى زي الفل، بس انت مثلا معدي ال 100 وال 120 كيلو تعبان تعبان، حتى صحيح. لو فيك كل حاجه كويس. صحيح. انا عرفت منك برضو ان شركه دايموند عامله اوفر برضو. عرض طبعا على مجموعه التخسيس، يعني في كورس تخسيس ممكن اخده مع كورس العرض. كورس تخسيس امن برضو، وامن وفعال العرض جدا. إيه بقى العرض برضو 50% برضو على كورس الثلاث شهور. يعني ثلاث شهور، حد يقول لي ثلاث شهور ده انا اخس فيهم قد ايه؟ ان شاء الله باذن الشباب اهم حضروا اهو 50% على كورس، وده امن جدا وفعال طبعا، ومع مرضى القلب ومرضى الضغط والاوزان الكبيره، لان خلي بالك مع الاطفال. انت مع الاطفال طبعا من سن 10 سنين. خلي بال حضرتك وزنك زاد ضغط على عظامك. ممكن تقولي سريعا كده المكونات؟ أوكي. الكورس بتاعي بيجي اكياس ميرلا، اكياس الميرلا دي قشور سيليوم تخش المعده، تاخد حيز من المعده، يبقى انت اكلك قل، كميات الاكل اللي داخله لك قلت من غير ما اقول لك كل ايه وما تاكلش ايه. طيب البيرلوفيت نيتروجين اقراص. تمام. سريعا كده بتاخد قرص صباحا قرص مساء، تزود معدل الحرق مع حضرتك. واللومي والريمبل كريمين مهمين جدا عشان الستريتش ماركس اللي بتظهر بعد الخساسان او اثناء الخساسان، وكمان لشد الجلد اللي حصل فيه خساسان. يعني طب انا سؤال سريع ومهم وبيطرح نفسه، أكيد. ممكن اخد كورس التخسيس مع كورس العظام؟ ممكن تاخد الكورسين مع بعض في نفس اللحظه، تحط الكيس ده والكيس ده مع بعض براحتك، لان في الاول وفي الاخر ده مكمل غذائي مصرح من وزاره الصحه وهيئه سلامه الغذاء وليس دواء، فما فيش تعارض ما بين الاثنين. اعشاب او نباتات بالظبط، ما فيش تعارض. سيليوم ده يا جماعه بتاع التخسيس ده اصلا اعشاب، عشان كده برضو انت عامل اوفر 50% على 50% على الثلاث شهور. برضو في كورس الثلاث شهور. ثلاث شهور اصل ثلاث شهور ده خلي بال حضرتك عشان تشوف نتيجه. ما معلش بيخس في شهر، اوكي في شهر هتنزل لك كام كيلو؟ 7 8 كيلو بس عشان توصل لنتيجه على الاقل بعد ثلاث شهور. انا هقول معلومه ورزقي على الله. لا اكيد اقسم بالله لو جبت كورس من على النت تخسيس او عظام او شعر او بشره ولقيته النتيجه في خلال يومين ثلاثه، يبقى ده بيلعب على هرمونات الجسم وبيدخل في الانزيمز الخاصه بالمخ. انا الكلام ده بقوله على مسؤوليتي الشخصيه، مفيش حاجه اسمها انا خدت حاجه طلع لي العفريت وقال لي يلا انت بقيت زي الفل. مش اقل من 3 اسابيع او شهر عشان تبدا تحس النتيجه، لان جسمك زي البيبي. فبص انا بقولها واللي يحصل يحصل. الجمله دي ممتازه، لان في ادويه تخسيس دلوقتي تعمل ايه؟ الشبع احساس، الشبع احساس. فبتيجي الناس تعمل ايه؟ تقول لك انا خدت دواء خلاني ابطل اكل. ما هو انت خدت ازاي؟ يبقى اكيد لعب على احساس الشبع. لعب على احساس الشبع في المخ، فدي حاجه ما بنحبهاش. ودايما على فكره اصل جسمك في الاول في الاخر لا، يقول لك ده ضربات قلبي بقت سريعه مش قادر. كل ده ما بيحصلش بقى مع كورس طبعا ميرلا، ما بيحصلش. فطبعا احنا زي ما احنا بنقول دايما جسمك امانه بين ايديك. حافظ على جسمك وانت صغير هيحافظ عليك وانت كبير. بالظبط. سريعا دكتور يوسف قول لي بسرعه جدا جدا الاوفرز اللي معاك من شركه دايموند. الارقام موجوده على الشاشه، صفحه دايموند هتنزل لكم يا بنات ويا شباب ويا كل الحلوين اللي بيتفرجوا علينا والغاليين. دي صفحه دايموند، دي هتتواصلوا عليها علشان لو عندكم اي اسئله، عندكم اي استفسار، عندكم فريق طبي هيرد عليكم 24 ساعه، عندكم خدمه الواتساب. دكتور يوسف سريعا جدا 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 اوفر كورس العظم، اوفر كورس التخسيس. جميل. 50% على كورس العظام لمده 3 شهور خصم 50%، و 50% على كورس التخسيس 50%، والارقام قدام حضرتك والبيج قدام حضرتك. يعني شوف شوف حابب تطلب منين، وكلنا موجودين معاك. احنا كلنا موجودين مع حضرتك. نورتنا دكتور يوسف ابو شادي. جماعه نهتم بنفسنا اكتر من كده، خليكم ناس واعيه وناس حلوه وناس جميله. محدش هينفعك يوم ما تقع، والله ما حد هيشيلك غير نفسك. صحتك أمانة بين إيديك. شكرا وأشوفكم على خير، إلى اللقاء.